اي هذا اول اثبات ديال السحب بمبلغ 949 دولار فاصله 70 سنت اللي حصلت عليها كذلك ماد لابليكاسيون اسيادنا. بلاتي بلاتي خويا ولا اختي، كيف كتلاحظ معايا هذا اول اثبات ديال السحب بمبلغ 949 دولار كذلك اللي حصلت عليها كذلك ماد لابليكاسيون، ونكونوا اسيادنا واقعين بالنسبه لهاد لابليكاسيون. انت اللي كتفرج طبعا في هاد الفيديو، الا دخلتي كذلك وخدمتي به، الا ما دخلتيش ما بين 100 دولار 200 دولار 300 دولار، دابا حاليا اخويا ديزابوني، غتلقى واحد ديزابوني طبعا في القناه، وغتحاول انك ديزاب باش تخلي كذلك الخوارزميات ديال اليوتيوب ما تقترحلكش الفيديوهات ديالي كاملين. المهم سيدنا باش نكونوا واقعين بالنسبه لهاد لابليكاسيون، راني ديجا بارطاجيتها معكم المره الاولى وكذلك المره الثانيه، ودابا حاليا غنبارطاجي معكم كذلك المره الثالثه، لان داروا لها واحد الميزاجور صراحه اللعبه ولات كذلك مزيانه من ناحيه كذلك السحب انفو، كدير عمليه ديال الويدرو كتوصل كذلك بالاموال ديالك طبعا في الكونت ديالك ديال باير. المهم بالنسبه للمده اللي كتستغرق، راه كتستغرق تقريبا واحد المده ديال دقيقه، ديك الساعه كتوصل كذلك بالاموال ديالكم. ودابا حاليا هادشي اللي كنقولوا غنوري لكم اسيادنا بالتطبيق. المهم سيادنا حاجه وحده غنطلب منكم، هو ركزوا معايا طبعا في هذا الفيديو، وهادشي اللي غادي نقولوا طبعا غتبعوه بالحرف بالحرف. وبالنسبه كذلك اللين ديال اللعبه غنخلي لكم كذلك في الديسكريبسيون. ويا بلاتي واحد القضيه قبل ما نشرح لكم كذلك هاد اللعبه، كنلقى اغلبيه الناس دابا حاليا كيجيو من محركات البحث محركات الاقتراحات طبعا كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي وكذلك ما مشاركينش. خويا ولا اختي دابا ما خاص حتى شي حاجه، خلي معك واحد الابوني وخلي كذلك معك واحد طبعا لايك لهذا الفيديو باش تخلي كذلك الخوارزميات ديال اليوتيوب تقترح هذا الفيديو طبعا في محركات البحث. المهم سيادنا هاد لابليكاسيون اللي غادي نبارطاجي معكم دابا حاليا سيروا استغلوها، وكيف كتلاحظوا معايا هذا اول اثبات ديال السحب بمبلغ 949 دولار فاصله 70 سنت اللي حصلت عليها كذلك مع هاد لابليكاسيون اسيادنا. المهم باش تصوبوا طبعا الكونت ديالكم طريقه سهله، كتدخل رقم التليفون الاسم ديالك كذلك باسورد، كتكونفيرمي كذلك الباسورد ديالك بهاد الطريقه اسيادنا، هنيا عليكم غتكونوا طبعا صوبتوا الكونت ديالكم. المهم سيادنا بالنسبه هاد لابليكاسيون حلوا معايا ودينتكم الله يستر عليكم، راني ديجا بارطاجيتها معكم المره الاولى الا تكونوا عاقلين، وكذلك المره الثانيه، ودابا حاليا غنبارطاجيها معكم المره الثالثه، لان لابليكاسيون داروا لها طبعا واحد الميزاجور. وكيف كتلاحظوا معايا اسيادنا عندي في البالونس مبلغ ديال 2000 دولار فاصله 149 دولار، ودابا حاليا غنسحب قدامكم مبلغ ديال 1000 دولار اللي هي تقريبا 10000 درهم الخلصة كذلك ديال الاستاذ في شهر تقريبا. المهم سيادنا كيف كتلاحظوا معايا هنا باش نديروا عمليه ديال السحب، كنحددوا كذلك المبالغ اللي بغينا نسحبوا. ما يمكنلكش انت ولا انت طبعا اللي كتفرجي في هذا الفيديو تختار المبلغ اللي تسحبوا، واش 14 ولا 15، هنا كتختار المبالغ، واش 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100 ولا 200 ولا 500 ولا 1000 ولا 5000 ولا 10000 دولار. انا غنسحب اسيادنا مبلغ ديال 1000 دولار اللي هي تقريبا واحد 10000 درهم، غتجيني في الكونت ديالي ديال السياج. بالنسبه كيف كتلاحظوا معايا رسوم السحب كتكون تقريبا 50 دولار فاصلة 30 سنت، غنتوصل يلاه بواحد 994 دولار فاصلة 70 سنت هي اللي غنتوصل بها كذلك في الكونت ديالي ديال باير. سيادنا بهذه الطريقة غنكونوا درنا عملية ديال الويدرو. ودابا سيادنا ركزوا معايا، بالنسبة عملية ديال السحب كتستغرق تقريبا مدة ديال 3 دقائق حتى 4 ديال الدقائق، ديك الساعة كتوصلوا كذلك بالمونطو ديالكم طبعا في الباير ديالكم. لهذا صراحة سيادنا سيروا دابا حاليا استغلوها، راك لا ضيعتي هاد الفرصة خويا ولا اختي. طبعا صافي لي زابليكاسيون والفيوتشر وكذلك العقود الاجله داكشي صعيب، هاد لابليكاسيون صراحه جبتها لكم لانها صراحه تطبيق مربح. كيف كتلاحظوا معايا دابا انا حاليا دخلت بواحد المبلغ ديال 50 دولار، وهاد 50 دولار اسيادا نكونوا واقعيين ما درتش ايده، هاد 50 دولار طبعا حصلت عليه عن طريق عموله ديال الاحالات يعني الافيليات. دابا حاليا انا لعبت تقريبا بواحد المبلغ ديال 20 دولار، وغنتظروا كذلك الطائره يعني غنتظروا تقريبا نشوفوا النتيجه كيفاش غنحصلوا عليها. كيف كتلاحظوا معايا دابا حاليا ربحت مبلغ ديال 20 دولار، دابا حاليا عندي اسيادنا في البالونس مبلغ ديال 69 دولار. المهم سيادنا دابا حاليا سيادنا شوفوا اقسم بالله دابا انا قوه الفرحه والله ما الهضره كتخلط لي، لان صراحه سنة هذا المبلغ هذا ما كندخلوش حتى في اليوتيوب. المهم سيادنا دابا حاليا غنلعب بواحد 8000 ريال اللي هي تقريبا واحد 40 دولار. كيف كتلاحظوا معايا دابا حاليا بدينا الريال، لهذا سيادنا شوفوا الا لقيتوا بالنسبه للعد التنازلي حاول انني نقطع لكم باش الفيديو اصلا ما يجيش طويل. كاينين بزاف ديال المحسده كيقول لك دير الفيديو فيه 8 ديال الدقائق باش تضيف فيه كذلك فواصل اعلانيه وتربح كذلك من الفيديو، حنا الفيديو غنبقاو نديرو فيه غير 5 دقائق 6 دقائق بركه. دابا المهم شوفوا غنشوفوا كذلك النتيجه ديالنا، دابا حاليا العد التنازلي قريب يسالي، وبالنسبه للطائره اسيادنا بقات لتحت ربحت كذلك مبلغ ديال 78 دولار. المهم صراحة أنا سيادنا دابا حاليا سيروا استغلوا هاد اللعبة، أنا متأكد أي واحد طبعا غيدخل يجرب هاد اللعبة غيشكرني حياته كاملة. دابا حاليا غنلعب بواحد المبلغ ديال 800 درهم اللي هو تقريبا واحد 80 دولار. كيف كتلاحظوا معايا
لان هاد اللعبه باش كتعجبني طريقه سهله باش انك تلعبها، اما كتختار بالنسبه للطائره اطلع الفوق او بالنسبه للطائره غتهبط لتحتها. كيف كتلاحظوا معايا دابا انا لعبت كذلك بمبلغ ديال 80 دولار، شوفوا معايا كذلك المبلغ اللي غنربح. ربحت سيدنا مبلغ ديال 156 دولار صراحه سيدنا، راه انا متاكد تدخلوا تجربوها راه غتعجبكم، ميمكنش ما تعجبكمش. المهم سيدنا كيف كتشوفوا معايا دابا حاليا غنلعب سيدنا دابا حاليا بواحد المبلغ ديال 160 دولار، وسيدنا هذه الطريقه راه تقدروا انكم تخدموا بها كذلك في المنزل ديالكم بطريقه اللي هي سهله، غتحتاج فقط التليفون اخويا الحبيب. ديك الساعه ممكن تسحب الاموال ديالك طبعا من البايالكون ديالك ديال السياش وشري اي حاجه بغيتيها. كيف كتلاحظ معايا دابا حاليا غنشوفوا العد زولي واش غنربحوا ولا نخسروا. بالنسبه كذلك حاليا اسيادنا ربحنا مبلغ ديال 312 دولار، كيف كتلاحظوا معايا في البالونس مباشره اسيادنا ملي كنربحوا كيطلعوا لنا كذلك المبلغ في البالونس. دابا غنلعب اسيادنا بواحد المبلغ ديال 10 دولار، لانني اصلا انا متوقع دابا حاليا غادي نخسر كيف كتلاحظوا معايا. وبالنسبه اللي بغى نعطيه كذلك الاستراتيجيات اللي نصحوا كذلك يخدم بهم يدوز عندي كذلك الواتساب، وبالنسبه للناس اللي بغين يشرو كذلك الرصيد ديال الباير حتى هما كذلك يدوزوا عندي الواتساب. بالنسبة 10 دولار كنحسبها تقريبا بواحد 130 درهم، المهم شوفوا بالنسبة للدولار تقريبا راه داير 12 درهم. كيف كتلاحظوا معايا دابا حاليا سيادنا غنلعب ب 320 دولار، يعني الرصيد اللي عندي تقريبا كامل خليت تقريبا يلا واحد 5 دولار. كيف كتلاحظوا معايا غنشوفوا كذلك الطائرة، كيف كتلاحظوا معايا دابا سيادنا ربحنا كذلك 624 دولار. سيادنا راه كنقول لكم دابا حاليا إلا ضيعتوا هذه الفرصة راه ما غتلقاش شي ابليكاسيون اللي هي سهله تقدر تربح منها هاد المبالغ بطريقه اللي هي سهله. المهم دابا حاليا غنلعب بواحد المبلغ ديال 500 دولار اللي هي تقريبا واحد 5000 درهم اللي هي نص مليون بحال هكا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش 5000 درهم 7000 درهم. المهم دابا حاليا اسيادنا ربحنا 975 دولار، ضروري كتكون واحد النسبه مئويه كذلك ديال الرسوم ديال المنصه ملي كتجي دير عمليه كذلك ديال الويدرا. المهم سيادنا دابا غنلعب بالمبلغ اللي عندي تقريبا كامل، غنلعب ب 1000 دولار كيف كتلاحظوا معايا اللي هي 10000 درهم، وانا متاكد سيدنا غادي نربح. كيف كتلاحظوا معايا بقات لي الله تقريبا واحد 4 دولار بالنسبه للبالونس. دابا حاليا غنشوفوا النتيجه، دابا حاليا عندي سيدنا 2000 دولار فاصله 145 دولار. المهم سيدنا كيف كتلاحظوا معايا دابا حاليا عندي في البالونس 2000 دولار فاصله 149 دولار. صراحه سيدنا هذا المبلغ هذا ربحتو كذلك في هذا الوقت اللي هي قصير. وبالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الاشتراك كذلك في اي بي داكشي طبعا كيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه الا درتي عمليه ديال السحب ولا مثلا كنتي كتلعب شي لعبه غيقطعوا لك واحد الرسوم اللي هي قليله. وبالنسبه هذا الخيار هذا الناس اللي باغيين يخدموا كذلك على نظام الافيليت على الاحاله، هنا بالنسبه اي واحد طبعا دخلت هدف ايداع مثلا سواء ب 5 دولار 7 دولار وحاول انه يلعب كذلك الالعاب سواء خسر سواء ربح، انت كتاخذ تقريبا واحد المبلغ ديال 9%. مفهوم اسيادنا؟ بالنسبه هذا رابط الاحاله ديالكم ممكن تبارطاجيو مع ليزامي ديالكم. المهم سيادنا بالنسبه لهذه الطريقه سيروا دابا حاليا استغلوها وردوا علي سيادنا الخبر. كذلك بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو كذلك الرصيد ديال الباير باش يدخلوا كذلك في هذه اللعبه، تواصلوا كذلك معي عن طريق الواتساب، ديك الساعه غنبيع لكم الرصيد ديال الباير. المهم سيادنا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، خليو معكم واحد لايك ما خاسرين والو، وبالنسبه للناس الجدادين خليكم معكم واحد المتابعه. يلاه سيادنا تهلاو لي فريوسكم.